طيب بعد ما خلصنا انفلاميشن في الليد مارجن، في عندنا نوع تاني من الانفلاميشن بيأفكت الايليد، في الستاي او بنسميه الهورديولوم اكسترنم. الستاي طبعا هو هنا طبعا مكتوبه غلط، سراي هي ستاي. acute suppurative inflammation of this gland and the large follicle formation of small abscess. طبعا في هنا كذا، انا جايب كذا صوره ليها لان هي مهمه في التشخيص وهنقابلها في حياتنا العمليه كتير، ممكن في الراوند ما نتعرضش ليها لان الدكاتره مش بيفضلوا يعرضوها على الطلبه، لكن يعني ممكن نشوفها وممكن لا، لكن في حياتنا احنا واحنا ماشيين كده في الشارع او قابلنا حد من قرايبنا ممكن نلقى عنده دي الستاي بتكون منتشره. الاتيولوجي طبعا بريدسبوزنج فاكتور دايابيتس وبور جنرال ريزيستنس. طبعا احنا بنقول دايابيتس في الامراض اللي زي ديت ليه؟ لان الامراض اللي زي ديت صعب تيجي العيان مناعته كويسه، ممكن تكون مناعته متاثره بعض الشيء، فالدايابيتس ممكن يكون احد الاسباب اللي بتؤدي الى الامراض ديت ان هي تظهر في العين. الكوست اوف اورجانيزم ستاف اويرس سيمبتومز ليد سويلنج، لكن طبعا هنا الليد سويلنج لازم نحدد مكانه بالظبط، دوت طبعا الدكتور لا يحدده، لكن العيان على قده في السيمبتومز هيجي يقول لك ايه يا دكتور انا الجفن بتاعي منتفخ ويقول لي عندي وجع بينقح عليا، وفي الاول انت في الاول هيقول لك عندي وجع، هتقول له حدد لي الوجع، مش هيعرف يحدده في الاول، بعد شويه او بعد فتره مثلا من المرض هيقول لك الالم بقى بينقح عليا اللي هو ثروبينج بين، انما الضل ايكنج بين بيبقى يعني ملوش مكان محدد، عمال يعني مثلا يشاور لك على وشه كله في الم في وشي فين مش عارف، فدوت ايه اللي العيان هيوصفه لك. انت كدكتور بقى تروح تبص عليه، اول حاجه هتلقى عندك ريد سويلنج، تقدر بقى لازم تحدد مكانه بالظبط لان على حسب مكان الريد سويلنج هيختلف تشخيصك زي ما هنعرف بعد شويه. فاول حاجه هنقول ريليتد تو لاش كلوز تو ليد مارجن اند بوينتنج اون سكين. اذا ريليتد تو لاش ان هو قريب من الاي لاشز، لان احنا قلنا ان هي بتيجي في الزيز جراند اللي هي ريليتد للاي لاش. كلوز تو ليد مارجن قريب من الليد مارجن مش بعيد، يعني مش في المنطقه دي مثلا، لا ده هو على الطرف خالص هنا. بوينتنج اون ذا سكين يعني بيبقى بارز لبره على السكن كده. زي دي كده. بارز لبره، تمام؟ طيب التريتمنت هوت فومنتيشن، علاج يعني كانه علاج اي ايه؟ اي حاجه فيها باز، هوت فومنتيشن مع لوكال انتبيوتيك، سيستميك انتبيوتيك برضه. اف بوينتنج ممكن نعمل لها ايه؟ ايفاكويشن، ممكن يعني لو الباز كبر قوي في بعض الحالات يعني كبر قوي قوي في العين ممكن نعمله ايفاكويشن ان احنا بنفتح، لكن بنفتح بطريقه هوريزونتال انسيشن لو تكون عندي ابس، ما نفتحش يعني بنفتح ايه بالعرض كده ما نفتحش بالطول. طيب ايه هو الهورديولوم انترنم؟ احنا قلنا ده برضو نوع من الستاي، لكن الفكره ان هنا بيحصل عندي acute suppurative inflammation في الميبوميان جلاند، بينما اللي قبله كان بيحصل عندي في الزيس. في عندي primary و secondary types ازاي؟ يعني المهم من الحته ديت ان احنا كانه differential diagnosis مع الستاي، مش عايزين نعرف فيه اكتر من كده. يعني لو جاب لنا موضوع في امتحان الستاي تيجي تكتب له في differential diagnosis هتكتب له هورديولوم internum وتحط له الجدول ده، ده اللي عايزين نعرفه في الهورديولوم internum بس. ونقارن بقى الستاي at the red margin، انما هورديولوم انترنم بيبقى ان ذا تارسس وديب تو الاوربيكولاريس. الساينز هنا تبقى مايلد، هناك ماركت. سويلنج ريليتد تو لاش يلوش سبوت اوف باس سين ثرو بالبيبرال كونجنكتيفا، يعني احنا ممكن هنا ديت تكون هورديولوم انترنم الصوره الاخيره دي. الاوربيكولاريس كونتراكشن مش بافكتد في الستاي انما بتبقى افكتد في الهورديولوم انترنم. والتريتمنت طبعا تريتمنت انتبيوتيك، انما هنا الانسيشن بيختلف، هنا هوريزونتال انسيشن وهنا فيرتيكال انسيشن، هنا بنفتح بالطول كده انما قبلها بنفتح بالعرض. طيب عندنا برضو كاليزيون ممكن يبقى ديفرنشال دايجنوزيس مع الستاي، لكن كاليزيون من المواضيع الكبيره لوحده. يعني كرونيك نان سبيسيفيك انفلاميشن لايبوجرانيولوما اوف ميبوميان جلاند، اذا اول حاجه نعرفها فيه ان هو افكشن في الميبوميان جلاند. الاتيولوجي بتاعته انون، لكن ممكن تكون بسبب ايه؟ اوبستراكشن في الميبوميان جلاند، فتجمع عندي السكريشن فعمل عندي ايه؟ ان بروليفريشن. الاوبستراكشن ده حصل عندي بسبب الابسيليوم، حصل له بروليفريشن او دراي سكريشن بتاعت الجلاند. او كرونيك اريتيشن باي لو فيريلنت اورجانيزم، المناعه مش قادره تقتله. symptoms painless swelling of eyelid usually of long duration no pain unless there is infected calcium.
طيب ايه الفرق بين كريزيون والستاي؟ شايفين اولا كريزيون بيبقى بعيد قوي عن طرف الجفن، وكمان بيبقى بينلس لان اساسا يعني مش بيتكون فيه بس، هو عبارة عن سكريشنز متجمعة او حصل عندي زي كرونيك انفلاميشن ادى الى هايبرتروفي اوف الابيسيليا. الدكتور لما يجي يبص عليه هيبقى عندي slowly growing painless swelling of tarsus، وفي حالة قلب الجفن هنقل ان الكونجنكتيفا لونها احمر، وكمان البوينتنج هنا احنا قلنا ان الستاب بيبقى بوينتنج كوتينيوس، هنا البوينتنج في الكوتينيوس بيبقى اعلى جدا من الستاي زي ما احنا شايفين. الفيت اما ريزوليوشن او انفكشن يحصل له يبقى ايه هورديولوم انترنم زي اللي خدناه من شويه، لان هو اساسا ايه نون سبيسيفيك انفلاماتوري لايبل، يعني مفيش اورجانيزم عمله، فهو بيبقى بنسميه ايه زي انتفاخ نظيف ما فيهوش بس لسه، عشان كده هو بينلس. انما ممكن يحصل ان الاورجانيزم يخش فيه فيعمل له ايه انفكشن بنسميها، فبيبقى زيه زي الهورديولوم انترنم. ممكن يبقى مارجينال يعني يجي على الطرف، لكن طبعا مش هيبقى في الحاله ديت برضه ستاي لان الستاي بيبقى صغير وبيبقى بينفول، بينما ده بيبقى بينلس او بيكون عندي سيست. وكل ما الكريزيون بيكبر ممكن في الاخر من كتر ما كبر يؤدي الى توزس، ان العين تتقل فتنزل لجوه، فتنزل لتحت، الجفن ينزل تحت زي ما احنا شايفين هنا. هنا في توزس زي ما شرحنا من شويه، المفروض ان الايليد بيكون مغطي سدس القرنيه، انما هنا طبعا مغطي اكتر من كده حوالي التلت وداخل على النص تقريبا بسبب التقل اللي عامله الكاريزيون. الديفرنشال دياجنوزس من التيوبركيلوما والادينوما والسيبيشال سيست. التريتمنت لو هو فيري سمول كاريزيون نديله فيتامين اي يعني ميديكال تريتمنت، لو مارجنال بنعمله سكرابنج بنكحته فروم الليد مارجن، بعد كده بنعمل دايسيرمي عشان نمنع ان هو يرجع تاني، لو هو مودريت اور لارج بنعمله فيرتيكال انسيشن وسكرابنج. لو مالتيبل كاريزيون بقى في الحاله دي بنضطر بنعمل بنشيل جزء من الايليد نفسه من التيشو نفسه، كومبايند اكسيشن اوف التارسس بنشيل التارسس اند كونجنكتيفا ليفينج لوور ثيرد اوف ذا تارسس، احنا بنسيب اللور ثيرد اوف ذا تارسس عشان ما يحصلش حاجه بنسميها نوتشنج. طبعا الكلام ده تفاصيل عمليات، لكن احنا عشان نفهم الكلام ده هو احنا هنا بنقول ببساطة ايه، ان احنا عندنا لو هو marginal collision بيعمله scraping، moderate بنعمله vertical incision وبعد كده scraping، multiple collision بنضطر نشيل الترسس مع conjunctiva. لكن احنا مثلا هنا عيان زي ده فرض ان هو multiple collision يعني عنده في كذا مكان، هنيجي نعمل له عملية هنشيل جزء من الترسس والconjunctiva من ورا، لكن احنا لما نشيل الترسس طبعا الترسس مثلا هو الترسس عامل كده، لو مثلا شيلنا العين الترسس عامل بالمنظر ده، فاحنا لما نيجي نشيله مش هنشيله لحد الاخر، هنسيب الجزء دوت، يعني مثلا هنيجي نشيل الترسس مثلا الجزء اللي هنلونه بالاسود معناه ان هو اتشال خلاص، هنيجي نشيل الترسس نشيل كده نشيل الاجزاء دي كلها، لكن انا بسيب الحته التحتانيه ديت هنا عشان تحافظ على شكل الجفن، لان لو شلتها ممكن الجفن الجلد اللي عليه دوت يخش لجوه بالمنظر ده، ما عادش في حاجه ماسكاه، ما عادش في حاجه شداه، فيعمل عندي نوتشنج. عشان كده انا بشيل كل الترسس لكن بسيب الحته التحتانيه عشان يحافظ على شكل الجفن. ده بالنسبه للانفلاميشن في الايليد.